الله يحفظهم شيوخنا ويزيد مقامهم، دائما ذخر ودعم لشباب دولة الإمارات، وبدونهم الحياة بتكون النصابة. الله يديم الإمارات أمنها واستقرارها. كان مهم جدا عندي ان الاجهزه تكون حديثه جدا في مركز ترميم، ومنها جهاز تم يعني جهاز الرنين المغناطيسي. جهاز الرنين المغناطيسي هو من احدث الاجهزه الموجوده في الخليج، الذي جبناه من حوالي 4 شهور، هو لشركه كانن. وهذا الجهاز جهاز رنين مغناطيسي يستخدم اليه الذكاء الاصطناعي. حديث يعني طويل ومتشعب، كلام عن الروبوت وآلية الروبوت وآلية الذكاء الاصطناعي. أحس أنا في المستقبل التشخيص ممكن للإنسان يشخص بذكاء اصطناعي، يمكن يدخل جهاز ويتم تشخيصه من خلال الذكاء الاصطناعي إذا كان عنده مشكلة وظيفية في الكلى أو في الكبد أو من هذا، من خلال تشخيص. ويمكن هذا الجهاز يصرف للدواء المناسب، هذا الشيء ممكن يصير. الله رعاها ربت قروب للوطن هم سند، لا تذكر الفزعات إلا طراها مداتها في العطايا. المسيرة صعبة، ولكن الشباب في اليوم يحتاجون بذل الجهد، بذل جهد كبير، إخلاص في العمل حتى ينجحوا فيما يعني فيما يؤدون ويقدمون لهذا المجتمع. النجاح ليس مجرد وجهة، بل رحلة تبدأ بشغف وتستمر بتفان. أهلا بكم في برنامج لآل الاتحاد بحلقات خاصة وضيوف استثنائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحلقة الخاصة اليوم من إمارة أبوظبي مع استشاري جراحة العظام الدكتور علي السويدي. أهلا وسهلا بك دكتور. شكرا على استضافتكم. شكرا جزيلا دكتور. دكتور، بالعودة للبداية، لو نتحدث عن أهم المحطات الناجحة في المسيرة المهنية والأكاديمية. نبدأ بالمسيرة الأكاديمية. أولا أنا درست الطب في كلية الطب والجراحة في دبلن، يسمونها الكلية الملكية للجراحين، وتخرجت بسنة 91، ومن ثم أتممت التخصص في الجراحة وأخذت الزمالة الملكية للجراحين من جامعة إيرلندا، ومن ثم أكملت التخصص في العظام من جامعة تورونتو في كندا. وبالإضافة بعد التخصص في العظام أضفت إليها تخصص في الطب الرياضي وتخصص في جراحة الطرف العلوي من جامعة أوتاوا ومن جامعة فانكوفر في كندا. دكتور، لو تحدثنا عن الجانب المهني، كيف كانت البداية؟ لما أكملت دراساتي وتدريبي في الخارج رجعت إلى أرض الوطن في 2006، وبدأت مشواري المهني في مدينة خليفة الطبية في أبوظبي، فأسست وحدة مختصة لجراحات الكتف. ذاك الوقت كان جراحات الكتف من الجراحات الغير مسموع بها، وكان يعني كان تشخيص المشاكل الكتف تشخيص بسيط،
وفي كان عندنا ناس كثير مرضى كثير يشتكون من أمراض الكتف، بس الناس ما أو الأطباء ما كانوا ملمين بها. فمن الأشياء المهمة في ذلك الوقت يعني ترسيخ مفهوم أمراض الكتف وما هي تحتاج من علاج أو جراحة، فكان توعية للأطباء والجراحين الموجودين في إمارة أبوظبي عن مشاكل الكتف، ومن ثم بدأ هذا المفهوم في دولة الإمارات عن مشاكل مفاصل الكتف. فهذا الشيء أنا جدا سعيد أني أكون شاركت فيه في البداية. ومن الأشياء التي عملتها هو استبدال أول مفصل عكسي يسمونه للكتف في الخليج. كنا عملنا هذا المفصل في إمارة أبوظبي في 2006. إذن دكتور أنت كنت من الأشخاص السباقين لهذا التخصص النقل أو المجال الخاص في الجراحة وهو جراحة الكتف. دكتور لو تحدثنا عن أكبر تحدي واجهك خلال المسيرة. طبعا أكبر تحدي لما رجعت وبديت أسس وحدة الكتف، طبعا هي توعية الأطباء يمكن أول تحدي، فكان معظم مفهوم الجراحين والأطباء عن مشاكل الكتف كانت مفهوم قديم وغير متطور لنقل بدائي. يعني ما أقول بدائي، لكن التشخيص أكثر الأحيان ما كان صحيح. ليس دقيقا. لا دقيقا. فقمت بتوعية من خلال محاضرات، من خلال اجتماعات مع أطباء العظام في الإمارات وفي أبوظبي لتوعيتهم عن مشاكل الكتف وكيف يتم علاجها، علاج بتطور حديث، علاجات الحديثة ومنها المنظار. التي كانت في السابق علاجات عمليات الكتف تعمل بالفتح بعمليات الشق المفتوح والجراحة المفتوحة، فأدخلت عمليات المنظار في للكتف وصرنا من الرواد في جراحات التنظير مفصل الكتف في الخليج ليس فقط في الإمارات. نعم دكتور، دولة الإمارات اليوم تحتل المراكز الأولى في السياحة العلاجية بناء على أسس وركائز قامت عليها. لو تحدثنا عن الأسس التي قام عليها مركز ترميم اليوم. مركز ترميم قام على استقطاب نخبة من الجراحين الذي لهم خبرة كبيرة في أمراض العظام والتخصصات. مهم جدا أنا عندي شخصيا إن ترميم هو مركز فقط للعظام العمود الفقري، فكل دكتور عندنا مختص بجزئية بمفصل معين، يكون مفصل يا طرف علوي أو طرف سفلي أو العمود الفقري أو جراحة الأطفال، فكل طبيب مختص بجزئية التي عند الخبرة العالية فيها. هذا للأطباء المقيمين عندنا في مركز ترميم. أما الأطباء الزائرين أو الجراحين الخبراء الزائرين فنحن نستقطب أفضل الجراحين من العالم، من أمريكا أو من أوروبا، الذي لهم باع في تخصص معين كان الكتف أو الركبة أو العمود الفقري. اليوم عندنا حوالي 5 أطباء أو أساتذة جراحين من كل أرجاء العالم. تقرب حماها إلا محب إلا لا تقرب منازلها إلا محب إلا محب داروا على الثانات سبع أبد دكتور بتطرق إلى الآليات والخدمات الموجودة والأقسام اليوم، ما الذي يميز مركز ترميم؟ كان مهم جدا عندي أن الأجهزة تكون حديثة جدا في مركز ترميم، ومنها جهاز تم يعني جهاز الرنين المغناطيسي. جهاز الرنين المغناطيسي هو من أحدث الأجهزة الموجودة في الخليج الذي جبناه من حوالي 4 شهور، هو لشركة كانن
وهذا الجهاز جهاز رنين مغناطيسي يستخدم آلية الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت سريع للغاية. فالذكاء الاصطناعي يجعل هذا التصوير أو الفحص سريع. الناس كلها تخاف من الـ MRI والرنين المغناطيسي لأن خيفانين الخوف والرهبة من دخول الجهاز. فهذا الجهاز واسع، الفتحة الأمامية واسعة ويستخدم الفحص سريع. فهذا من أحدث الأجهزة الموجودة في الدولة وفي الخليج صراحة. وعندنا في غرف العمليات من أحدث الأجهزة أصلاً لأمان وسلامة المرضى. نعم. فهذا الذي تم استحداثه. دكتور علي، بالحديث عن الذكاء الاصطناعي وفي ظل هذه الثورة التكنولوجية التي نشهدها اليوم، ما صحة أن الإنسان سيستبدل بالآلة في المستقبل؟ حديث يعني طويل ومتشعب، كلام عن الروبوت وآلية الروبوت أو آلية الذكاء الاصطناعي. أحس أنا في المستقبل التشخيص ممكن للإنسان يشخص بذكاء اصطناعي، يمكن يدخل جهاز ويتم تشخيصه من خلال الذكاء الاصطناعي إذا كان عنده مشكلة وظيفية في الكلى أو في الكبد أو من هذا، من خلال تشخيص. ويمكن هذا الجهاز يصرف للدواء المناسب. هذا الشيء ممكن يصير. إذا قد يستبدل فعلا الإنسان بالمستقبل؟ ممكن يستبدل وممكن. أما في الجراحة أحس أنها صعبة، كيف الجراح يعني كيف الروبوت؟ بس هذا بدأ يحدث، ان عندنا روبوتنا الحين في الوقت الحاضر في روبوت الذي يستخدم في جراحات الركب. نعم. فهو يعمل قطع العظم او القطع الصحيح للعظم لتلبيس العظم. فهذا الشيء بدا استخدامه في الروبوت، يستخدم في العظام. نعم. ولكنه بالتاكيد انا برايي لا يغني عن الانسان وعن في الوقت الحاضر. الله اعلم في الغيب ماذا يحصل. نعم دكتور، عندما نتحدث عن مصطلح النجاح فلكل منا مفهومه الخاص، كيف تعرف النجاح اليوم؟ هو النجاح يعني كل دكتور ناجح بيحدد النجاح وكلمة نجاح بتعريف خاص. أعتقد أنا بالنسبة لي النجاح هو رضا المرضى عن المجهود الذي أبذله معه، عن رضا في النتيجة، رضا في الإداء. فلما أشوف مرضى تعالجوا على يدي وتم شفائهم طبعا الشفاء رب العالمين، بس أكون سبب في هذا الشفاء، فهذا يعطيني سعادة كبيرة وهذا يخليني أحس أني نجح فيما وهو النجاح عند الدكتور والجراح، لازم خاصة الطبيب متعلق بنتيجة علاجه للمرضى واستفادة مرضاه. فإذا لم يستفيد المرضى من هذا العلاج فهذا غير النجاح. دكتور، اليوم من خلال خبرتك والمسيرة الناجحة، ما الرسالة التي توجهها لكل الشباب والشابات اليوم؟ المسيرة صعبة، ولكن الشباب في اليوم يحتاجون بذل جهد كبير، إخلاص في العمل حتى ينجحوا فيما يعني فيما يؤدون أو يقدمون لهذا المجتمع. أولاً درب الدراسة مهم جداً، فلازم يبذلون جهد كبير في دراستهم ويجتهدون ويستغلون كل فرص التي تعطيهم الدولة. ما شاء الله دولة الإمارات أعطى الشباب فرص كبيرة، فعليهم استغلال هذه الفرص. أنا مثال من هذه الأمثلة الذي استغل الفرصة التي أعطتها الدولة، فعليهم استغلال هذه الفرص وبذل المجهود أكبر وأكبر. هذه رسالتي لهم. دكتور علي، في الختام كلمات من القلب لكل قادة وشيوخ دولة الإمارات اليوم. الله يحفظهم شيوخنا ويزيد مقامهم، دائما ذخر ودعم لشباب دولة الإمارات، وبدونهم الحياة بتكون لنا صعبة. الله يديم للإمارات أمنها واستقرارها. آمين يا رب. الدكتور علي سعيد السويدي،
استشاري جراحة العظام، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا لكم. مشاهدينا وصلنا للختام في برنامج لآل الاتحاد، لقاء يتجدد الأسبوع القادم، دمتم بأمان الله.